عندكم معلومات عن الكتاب تبع اللي ألفه الشحرور؟ شحرور يعني امبارح كنا للساعة ابن 10:30، أيوة مع واحد متأثر بالكتاب وإله علاقة الظاهر بجماعة شو اسمه هذا، منظمة التحرير، اسمه مختار، لقب غريب جدا يعني، بيقول هو أصله ريمي. المهم هذا الكتاب أنا ما عندي خبره. امرأة متدينة ولعلها على النهج السلفي تحضر درس تحضر زوجتي عادة للنساء، زارتنا هنا وجابت الكتاب وبتقول أن زوجها معجب بهذا الكتاب جدا، وبتحكي هي أصلا سورية، تحكي ما أدري منها ولا من نفس زوجها، وأنا سمعت أمس من الزوج شيء من ذلك الكلام، أنه السوريين أو الدمشقيين بصورة خاصة منقسمين قسمين بالنسبة لهذا الكتاب. قسم بيشوفوا الكتاب أنه من أخطر الكتب على الإسلام والمسلمين، وقسم آخر معجبين يعني بأسلوبه العلمي ومجدين بمؤلفه وإلى آخره. ونقلوا عنه أنه مستعد يعني يقبل حكم 4 فقط من العلماء أو المشايخ الذين هو يثق بهم، وباقي العلماء هو لا يعتد بهم. وذاكر في الجملة الألباني، وعلى هذا رغب زوجها أنه يلتقي مع الألباني، وكذلك جاءت هي المرأة والكتاب معه وذكرت لي هذه التفاصيل، وقالت أنا أريد يعني أنه يلتقي الزوج معك وتعطي رأيك فيه. أنا صفحت الكتاب، كتاب مجلد ضخم، ما في عندي هالوقت إني أتصفحه كله. بس احنا مش عارفين الكلام ليش يعني ما بلا هاي الكلام على كتاب، كتاب ايش يعني مين مؤلفه ما هو هل ايش كأنه موضوعه جايب الكلام. عنوان الكتاب: الكتاب والقرآن. الكتاب والقرآن الكتاب والقرآن، مؤلفه هو اسمه محمد الشهرور. ابن ابو سليمان أنا بعرف، أنا ما سألتك والله السؤال. لا ادري اسمه على الكتاب طيب، مؤلفه أعرفه من دمشق، ابن أحد إخواننا السلفيين قديما، لأني أخشى الآن أن الأب تأثر بالابن. فهذا اسمه أبو سليمان الأب، وكان رجل يعني أوقف أو شبه أوقف دارا من أجل دروسي التي كنت ألقيها هناك في المهاجرين. ولما أجيت لهون بلغتني أخبار عنه سيئة جدا، بس ما كنت أعرف أنه متأثر بابنه إلا بالآونة الأخيرة بسبب الكتاب هذا. المهم، المرأة اللي جابت الكتاب لما حدثتني عن الكتاب قبل أن تأتي به وذكرت أنه مؤلفه فلان، قلت لها والله إذا كان فلان هو ابن أبو سليمان الشحرور فهذا أنا أعرفه أنه شيوعي وأنه ذهب إلى روسيا ودرس هناك، ولما رجع أنا تكلمت معه في بعض المسائل فبدا لي بأنه ملحد يعني، فإن كان هو فما استبعد أن يكون كتابه يعني في الإلحاد. ثم جاءت في الكتاب وتركته عندي، ثم اتصلت هاتفيا: شو رأيك نجي
أنا والزوج، قلت له ما في مانع. كنت أنا بعد صفحت الكتاب وأخذت بعض النقاط. أمس إجا هو وزوجي، زوجي طبعا جلست هناك وأنا جلست معه. الزوج ما في عنده ثقافة إسلامية، عنده عقل خاص به، يعجب ببعض النقاط اللي قرأها في الكتاب، لكن لا يدري من أين جاءت هذه المفاهيم وهذه التفاسير. مثلا قال هو معجب بتفسيره لقوله تعالى: وكان عرشه على الماء. بيقول انه هو بيقول ان المشايخ بيفسروا العرش تفسير غير صحيح، والمقصود بالعرش هنا هو السيطرة. فأنا ناقشت الزلمة هذا اللي اسمه مختار، وكان جلسة طويلة وفيها دوبلة منه بقصد انه ما يخضع للحجة، ومني انا بطبيعة الحال كما تعلمون شان احاط به وبين له الحق كما انه ينطق. وصلت الامر معه الى انه انت يا استاذ، بدل ما تيجي تدرس مثل هذا الكتاب، وهذا الكتاب مكتوب المهندس فلان الشهرور، شو جاب المهندس لتفسير القرآن الكريم؟ وقلت له: ما هي شروط تفسير القرآن؟ وخاصة هو لما جاب آية قوله تعالى: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سأل عن التأويل شو المعنى، أجبته بأنه يفسر بمعنى تفسير كما عليه ابن جرير مثلا. ما نجحت الظاهر، ما نجحت، أنا بنجحك. استريح بقى، استريح. بدي اسوف يا شيخ. لا استريح، هاي سر المهنة يا أخي. زي حديك زي ما كان شيخ. سر المهنة يا شيخ، الله يهديك. ارجع لك زي ما كان شيخ. ليش؟ انا حركتها. بعد ثاني حرك واحدة طلعت مش هي. الله يهديك. خلاصة حديث طويل، بس المهم قلت له: هل تدري ايش معنى قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله؟ لا يدري. قلت له: يا شيخ انت تعلم العقيدة ومالك بمثل هذه الكتب. ذكرنا شروط تفسير القرآن واحدة ورا واحدة، وكل واحدة أخذ الموافق عليها. قلت له: إذا كان هناك رجل عنده ثقافة عالمية في كل علوم الكونية، لكنه لا يفهم اللغة العربية، هل باستطاعته أن يفسر القرآن؟ قال: بداهة لا. قلنا له: إذا أول شرط بنحطه أن يكون عليما باللغة العربية. ماشي. قلنا له: هل يكفي أن يكون بطرس عليم باللغة العربية حتى يفسر القرآن كلام الله عز وجل، ولا لازم يكون مؤمن بالله ورسوله؟ كمان وافق معي. قلت له: وهل هناك شيء ثالث؟ كان جاب هو آية الراسخين في العلم. جبت له قوله تعالى المعروف لديكم جميعا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالآية قلت له صريحة أنه في شيء ربنا أنزله على الرسول وهو الذكر وهو القرآن، وشيء ثاني أنه أمره أن يبينه للناس. فهنا شيئان: مبين ومبين. المبين القرآن
والمبين هو الرسول عليه السلام بكلامه الذي يعرف عند العلماء بالسنة أو بالحديث. ما بده صاحبنا؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلنا له الشرط الثالث أن يكون عارفا بالسنة، لأن السنة هي البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبينه. فالآن يا حضرة الأستاذ مختار، شو علمك بهذا الشحرور مؤلف كتاب الكتاب والقرآن؟ هل هو عليم باللغة العربية؟ هل هو مؤمن بالله ورسوله حقا؟ قال بيقول هو كان شيوعي وبعدين رجع. قلنا طيب هبه انه رجع فعلا، وانا ذكرت له شيء انه ما رجع بشهادة كتابه، هل هو عليم بالسنة؟ قال لا أدري لا أدري. قلت له إذا أنت إذا بدك تطبب ابنك أو صديقك عند طبيب وما بتعرف عنه لا خير ولا شر، تاخده لعنده؟ قال لا. قلت له بتعرفه طبيب لكن هو طبيب مثلا داخلي وأنت عمليتك جراحية خارجية، ما بتفتش على المختص في المعالجة؟ قال بلى. قلت له دينك وعقيدتك أهم من كل هذه النواحي، فليش ما عم تسأل عن هذا الشحرور شو اختصاصه؟ مع ذلك أغناك عن أن تسأل عن اختصاصه لأنه كاتب لك المهندس فلان الشحرور. فإذا هو مهندس. شو مهندس؟ يا مدني يا كهربائي يا إلى آخره، الأرض مسكونة. شو علاقته هذا بتفسير القرآن؟ بعدين قلت له أنا أعرف الرجل شخصيا، أنا أعرف الرجل شخصيا، لكن أنا بدي أفهم أنت هل قرأت الكتاب؟ قال قرأته 3 مرات. سبحان الله. بيقولوا عنا بالشام حبل الكذب قصير، بيقولوا هون كمان ايه. في اثناء المناقشه قلت له انا بدي اسالك، ما دام انت قرات الكتاب 3 مرات، شو رايه في الماده؟ هل هناك شيء غير الماده؟ بالاول الجاهل انه مش فاهمان كلام سؤالي، مش فاهمانه. قلت له ايه مالك فهمان؟ شو سؤالي؟ هل انت تعرف ما هي الماده؟ قال نعم، هو هالحجر هالشجر هالانسان هالحيوان الى اخره، كل ما تلمسه بحاسه من الحواس فهي الماده. قلت نعم. لا تعب حالك بتخسرني بعدين. نعم. ايوه شيخ مستر، انا في علي درس بس. تفضل. لحظة شوي. طريق لبرا، طريق لبرا. يلا تفضل. السلام ورحمة الله. الشيخ بنحكي بالتليفون. هذا في كبسة بنحكي من هناك لهون، جرس التليفون اللي بيضرب، لما يضربوا من جوا. بدي اقول لك شيخنا علي بالتليفون. هذه في جرس براني انا عارف طبعا. طيب بدنا من جوا، لما الفضل تضرب احيانا تضرب الرقم على نفس التليفون بضرب الجرس. خلاصه بعدين قال الظاهر انه فهم شو سؤالي. قلنا له هل هناك شيء وراء الماده غير الماده؟ قال والله انا عم اساله عن المؤلف. قال لي والله انا ما قرأت الكتاب كله. شو؟ قال قرأت منه مواضيع. ما حبيت أنا بأجابه لأنه ما راح نوصل لنهاية المطاف الأخذ والعطاء معه. بدي أقول له كذاب، أنت قلت 3 مرات قرأت الكتاب وما قلت قرأت منه فصول.
قلت له إذا أنا أرجو أن تعيد النظر في الكتاب وتقرأ هذا الموضوع، فإنه يقول أنا أؤمن بالمادة وليس هناك شيء غير المادة. هذا رأي الشيوعيين، وهو لا يزال شيوعي.